مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشوفوا من خلال العنوان، محاولة اعتداء على واحد شابة اللي كتبلغ من العمر 19 سنة. للأسف الشديد المشكل اللي وقع بأنها هي كانت مع جوج ديال صحباتها، يعني والبيت الاخر كان فيه شباب، كانوا فيه ثلاثة ديال الشباب. فكيف ما كتشاهدوا معنا على حسب الاقوال هنايا كيقولك بان حاولوا انهم يتعدوا على هاد الشابة هذه اللي كانت كتبلغ من العمر فقط 19 سنة، لان السيد اللي حاول انه يتعدى عليها كان في حالة سكر وكان في حالة غير طبيعية. مدر مصلي معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما قلت، محاولة اعتداء على شابة كتبلغ من العمر 19 سنة من طرف ثلاثة ديال الشباب اللي كانوا في حالة سكر وكانوا في حالة غير طبيعية. أكيد الشرطة جات لعين مكان وغتجي غتاخذ الأقوال ديالهم في هاد اللحظات بالنسبة جميع اللي كانوا في اللي كانوا موجودين. ثلاثة ديال الشباب كيف ما قلت، وغنعاود البنت اللي وقع لها المشكل ومعها صاحبتها أختها كذلك. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، كنا معكم مباشرة من مدينة الدار البيضاء. إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر ونحاول نعرفوا تفاصيل أكثر على هذه الواقعة اللي وقعت اليوم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.